لا هاخد حد مهم. ماشي. ممكن ما اخر وانت حر تتحمل انت المسؤوليه. لا لا اتحمل. كابتن ابراهيم حسن واحد من نجوم مصر، بتشرف دايما بوجوده معايا. كابتن ابراهيم مساء الخير حبيبي. ازي سيف، ازي صحتك؟ وحشنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله، الله يسلمك. الحمد اخبار لله. حضرتك ايه، كله تمام؟ الحمد لله تمام الحمد لله. ينفع كابتن الكلام اللي بيقوله كابتن حسن ده، بيقول لي لو الزمن رجع والفلوس طلعت اخد الفلوس وامشي من اي نادي على طول؟ يعني ياخد الفلوس ازاي؟ اي نادي يعني؟ في اي نادي يلعب؟ اي نادي هو دلوقتي بيقول لي لو انا بلعب في الاهلي والزمالك دلوقتي في الزمن ده وجالي من اي نادي رقم كبير هاخد الرقم واجري على طول. لان حسن عانى، حسن في كذا يعني اتظلم كتير برضه الراجل. انا وجهه نظري، انا هو لعب معانا لما كنا ماسكين الزمالك، كان حسام جهاز، كان حسن كان ملتزم جدا وكان لعيب في نص الملعب ما بيقفش، فكان قلبه جامد جدا وكان راجل بيحب شغله. فحسن اتظلم ان هو كان بيلعب في ناشئين النادي الاهلي وبعدين مشوه وبعدين رجع بفلوس وبعدين بعد كده راحوا ماشيينه تاني في وقت هو كان من احسن اللعيبه اللي موجوده في المكان دوت في مصر. وبعدين نفس الشيء لما راح الزمالك كسر الدنيا، وبعد ما مشينا راحوا ماشيينه وبعد ما كنا انا وحسام موجودين في الجهاز نادي الزمالك مشاه. فهو في اخطاء حصلت لحسن يعني بحق حسن. فهو عشان كده انا شايف ان هو رده ده منطقي جدا. هو عمل حساب ناس كتير، انديه كتير سواء طب في النادي الاهلي او حتى لما فرح نادي الزمالك واخلص فاتباع. فانا شايف ان هو كان كلامه صح، مصلحته احسن، مصلحته الانسب يعني، ان لان اتظلم. بس دي وجهه نظري يعني. لما حسن طبعا انا بقول له طبعا الف سلام عليه، لان هو كان عامل حادثه وطبعا جالك هو تعبان وعنده يعني ربنا استرى معاه يعني. الحمد لله كابتن. كابتن ما يخص ازمه المصري، انتهت الامور ولا لسه الامور معلقه؟ بالنسبه لي مستعد بتاعتنا يعني. مستعد بتاعتنا. بص والله احنا عشان خاطر القصه كلها، احنا احتراما لجمهور بورسعيد مسكتنا والاتحاد الكره احتراما برضو، لان قرارات المستشار الموجود في اتحاد الكره اللي هم حكموا احنا لينا 3 شهور ما فيهاش مش ولا شرط جزائي ولا مثلا حاجه غيبيه. زي ما انت شغال في القناه عندك كده سيف، يبقى ايه يقول لك الشهر ده هنأجله معلش في ظروف عشان الكورونا وبتاع، فبقوا شهرين. فانت المفروض سبت القناه لاي سبب، مش من حقك تاخد الشهرين اللي انت اشتغلتهم. من حقك، مش شرط جزائي، دول شهرين انت اشتغلت بيهم زائد الشهر الاخير. انا بتكلم بقى ده مكافاه اللي بتاع بطوله افريقيا دي لينا انا وحسام، كان لينا شهرين ولينا شهر اللي اشتغلنا فيه اخر قبل ما نمشي ب 30 يوم بالظبط. تمام. فهم اتحاد الكوره حكم بشهر واحد، احنا اتظلمنا يعني. انا لو مسكت، بص لو جيت لو كنا ماسكين المصري امبارح هاخد حقي، لان ده حقي اصلا، مش شرط جزائي. لازم الناس تفهم. انا مش عارف الناس بتلعب على اوتار غريبه جدا. هو عشان خاطر جمهور بورسعيد الواحد يعمل اي حاجه، انما مجلس الاداره ده لا يمكن اسيب له جنيه، لان الناس دي ما بتستاهلش اي حاجه بصراحه. والخوف، كل الخوف ان النادي المصري بسببهم يبقى موجود في درجه ثانيه. واتمنى ان النادي المصري عشان خاطر جماهير بورسعيد الطيبين وشعب بورسعيد ومحافظه بورسعيد، اتمنى ان النادي المصري يطلع من الكبوه دي ويبقى متواجد في الدوري ان شاء الله. انما بالسياسه اللي موجوده بتاع مجلس الاداره ده، النادي المصري ممكن ما تلاقوش في الممتاز. انا بقول لك وخوفي جدا، خوفي على نادي المصري. بتدار بطريقه وحشه قوي الدنيا هناك يا سيف. انا مش عايز اتكلم، اول مره اتكلم وما بحبش اتكلم اصلا، لاني للاسف الناس دي نسيت نفسها. احنا خليناهم واقفين كتفهم بكتف رئيس نادي الاهلي كابتن خطيب في السوبر، خليناهم في نهائي كاس مصر كتفهم بكتف رئيس النادي برضه كان الكابتن خطيب، خليناهم يروحوا يشوفوا الاستاد هزاع بن زايد في ما حصلتش. اسال محمد الراجل بتاع برزنتيشن، قال لك انا عامل الماتش دوت، انا المفروض اهلي وزمالك هم اللي بيلعبوا بره، بس هم اللي بيلعبوا في يعني السوبر بيلعبوا بره عشان خاطر جماهيريتهم. يعني عملنا البتاع عشان خاطر طبعا نادي اكيد جماهير بورسعيد وعشان خاطر حسام حسن وابراهيم حسن. انا في المؤتمر وعيد المؤتمر اللي هو قبل الماتش كان في المريض. فانا بقول الناس دي ما حدش كان يعرفها. انا بقول لك الناس دي ما حدش كان يعرفها، اتعمل لهم اسامي ووقفوا
راس براس اكبر رئيس نادي في مصر فاهمني، في نهائي سوبر ونهائي كاس وبقوا في بطوله افريقيا بيوصلوا لقبل النهائي. انما هم احنا مشينا وحسام قال في مؤتمر صحفي اخر مره عملنا مؤتمر صحفي قبل ما نمشي، النادي بيتعرض لمؤامره، النادي بيتعرض لمؤامره، وكلامنا وكلام حسام اللي قاله كله حصل. الاستاد بقى في خلاص ما بقاش فيه استاد للنادي المصري اللي هو تاريخ النادي المصري وحياه الشعب بورسعيد، اتاخد خلاص ازاله كامله، ما عندكش، ما فيش هويه دلوقتي للنادي المصري، ما فيش مكان للنادي المصري. زي ما انت شايف بتروح تلعب في اي حته واي قرارات بتتاخد على النادي المصري بتتعمل. وبعدين عايزين يبوظوا الدنيا كمان، الاداره عايزه تبوظ الدوري. تبوظ الدوري بايه؟ ان ده في حاجه اسمها في الدنيا من ساعه ما بديت الدوري 7 و10 مصابين كورونا، ايه ده؟ ده احنا ده انت لو راميهم في الشارع، لو رامي اللعيبه دي قاعده في الشارع من غير اكل مش هيقعدوا بكورونا. ده فين النظام؟ ده احنا كنا واحنا 3 4 سنين قاعدينهم في فندق من غير كورونا ومن غير اي حاجه وفي التزام. دلوقتي المفروض تقعد في فندق وتقفل عليهم بتاعتك عشان تحافظ عليهم، ما بيقعدوش يا سيف. انا مش عايز اتكلم، انا اول مره اتكلم بقى كده مع لان انا فعلا الواحد انا حسام سكتنا كتير. انا بقول لك اهو الناس دي خلصت على النادي المصري، مجلس اداره النادي المصري خلص على تاريخ النادي المصري. عايز حضرتك بس تهدى، انت حضرتك ما دلوقتي في حكم من الاتحاد، انت حد تواصل مع حضرتك في النادي المصري ما يخص الامور الماديه ولا لسه ما حصلش؟ الدكتور علي طريق قال كلام ما حصلش، اللي احنا عشان خاطر مش عارف ايه تنزل على ايه؟ واحد يتنزل على حقه؟ انا مش فاهم حاجه. انا بقول لك لو شرط جزائي مش عايزه، انما انا بتكلم ليك مستحقات، ليه ما خدهاش؟ ليك 3 شهور، اتحاد الكوره ظلمنا وقال شهر، سكتنا ما اتكلمناش. اذا انما المفروض ليه ما خدهاش؟ اذا حضرتك شرحت القصه ان ده حق وحضراتكم متمسكين بيه. ايوه تمام. ايوه عايز اخد حضرتك وصراحه والورق والمستشار مشطه موجود والناس موجودين وخلاص. اتحاد الكوره حاكم يعني، ده حق حضراتكم حاكم. بص بقى انا عايز اقول لك كلام، لان الدكتور علي الطرابيل قال حاجه في المداخل او المقابله اللي كان عاملها، ان اتكلم مع مش عارف ايه مع رئيس النادي قال له ما لا ما صحش اصلي. هو اصلي ازاي الكلام؟ بص ما فهمتش انت منه حاجه ولا انا فهمت منه حاجه. الكلام ان الناس دي انا بقول لك اهو حصل ظلم من اتحاد الكوره، لان كان لازم المفروض في لائحه الاتحاد الدولي وقانون الرياضه ان ممنوع تشتكي تدخل المحاكم المدنيه في اي حاجه في اي مشكله في كره القدم. كارثه. وانت عارف كويس يا سيف، وانت كنت موضوع عضو في اتحاد الكوره وعارف يعني ايه تطلع شكوى في المحاكم المدنيه. المفروض ومش سحبنا بمزاجهم، سحبوها لان هيحصل، لان سحبوها غصب عنهم واجباري، لان المفروض هم عارفين ان هم غلط فسحبوها، عشان المفروض كان يبقى في ايقاف او في عقوبه من اتحاد الكوره هنا، او المفروض كان المفروض الموضوع يوصل للاتحاد الدولي عشان ناخد حقنا. طيب اذا 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 يا كابتن عشان نقفل الموضوع، حضراتكم دلوقتي ليكم شهر متمسكين بيه على اداره المصري ان هي تدفع لحضراتكم الفلوس وتنتهي الازمه. عادي طبيعي، هو حاجه المفروض ما فيهاش كلام وده حقكم، وتنتهي ان شاء الله باذن الله الازمه على خير. الملف الثاني يا كابتن ابراهيم، راي حضرتك كواحد من نجوم مصر الفتره جميع الانديه المصريه بتعدي بيها مع اللاعبين، وهي علو رهيب في الاسعار والصفقات والانتقالات، هل طيب. الانديه مظلومه ولا اللعيبه مظلومه ولا الاسعار دي مبالغ فيها؟ شايف حضرتك المشهد ده ازاي؟ نمره واحد، الاسعار مبالغ فيها جدا. لما سعر اللعيبه في مصر او سعر احسن لعيب في مصر ما يوصلش للكلام اللي بيحصل ده خالص. بس الانديه ليها مزاج، في رؤساء انديه وفي ناس مسؤوله في انديه ليها مزاج، لان انا زي ما بقول لك في حاجات طرق وحاجات مش هتكلم فيها، لان حاجات مش مقنعه. وللاسف كل نادي، وللاسف يعني مش عايز اقول نادي باسم، لما يخش يبقى بقى عندك سمسار او وكيل لاعبين هو اللي قافل على النادي دوت، وفي حسابات وفي شغل خارج بره وشغل داخل جوه. انا مش عايز اتكلم، انا بقول لك حاجه، يكفي ان احنا اي نادي بنمسكه ممنوع يخش وكيل، ممنوع يخش وكيل او سمسار، وهم عارفين كده كويس. انما بعد ما بنمشي من النادي اللي احنا اللي موجودين فيه بيخش كل السماسره. انتوا بتعملوش مع وكلاء ابدا يا كابتن؟ نعم، ما بتتعاملوش مع وكلاء ابدا؟ لا، ما اتعامل باحترام، اقول له جيب لي ده، لا واحد بس باصص فيه جيب لي ده وخلاص، او في واحد غصب عننا ان دوت هو اللعيب ماضي ليه، بيبقى تيجي تخلص وخلاص، انما ما تخشش في فلوس وخش نادي ما شوفتش قاعد في المدرج حتى ولا في تمرين. لان انا مع احترامي ليهم في ناس محترمه وقليلين جدا، وفي الباقي بيبقى
رابط مع مجالس ادارات ورابط مع رؤساء انديه، وللاسف بيحصل حاجات مش مظبوطه، وانت عارف كده سيف ترى كنت موجود في اتحاد الكوره وعارف ان في الفساد موجود، الفساد موجود، الحاجه ام 10 تبقى 20، واللعيب اللي مش عارف ايه ويدفع ايه وتاخد ايه في عمولات شغاله صعبه جدا. انما احنا كنا بنشتغل بموارد الله، والنادي المصري زي ما قال حسن ده صلح له معلومه، احنا جايبين لعيبه ببلاش، لعيبه ببلاش ما كانش جايه فري معديه 200 مليون 200 مليون جنيه، واخرهم على فكره اخر 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 نفحه باللي احنا سايبينهم وادي اللي هم هيبيعوه، ان هم اللي هم على برضه على حسنا هيخش لهم فلوس. اخر حاجه من بعد ما خرجنا من النادي المصري مفيش لعيب يستاهل يعني يجيب لهم فلوس من مع احترام مع الاجهزه اللي اشتغلوا قبل كده. بعدينا دلوقتي يا كابتن ابراهيم مش هتشرفنا يوم؟ اشرفك ان شاء الله طبعا، اتشرف ان انا اكون معاك. ده شرف ودماغ يعني. عايز ما يعني عايزين مساحه عشان نتكلم بكلام يا كابتن. البرنامج بتاعك حدد حضرتك اليوم ونقعد يوم من الصبح لبليل نتكلم ان شاء الله. مع ان انا كنت زعلان منك يا سيف، انت عارف زعلت منك فتره كده يعني، بس تعالى الواحد للاسف انا عصام مشكلتنا ان احنا بننسى ونتسامح، ان انت شخصيه محترمه وكنت حبيبي يا كابتن وفي الاول خالص تعاملنا مع بعض اول ما اشتغلت طبعا، فبس الناس بتتغير. بس انا طبعا اتشرف ان انا اكون معاك انت وكابتن، انت وكابتن حسام يا كابتن فوق دماغي وشهادتي فيكم دايما مجروحه. ربنا يخليك. انت في الساحل ولا هنا يا كابتن؟ اه في الساحل ولا هنا؟ انا في الساحل. بعيد. طيب اما ترجع لا نجي لك يعني. بعيد هو الساحل بقى بعيد يا كابتن بقى قريب ان شاء الله. لا ترجع اظبطها معاك يا سيف، شوف الدنيا ايه وانا معاك ونعمل حاجه كويسه. شرف ليا يا كابتن، ده اللي اتعمل مع حسام يعني. شرف وتنور يا كابتن، ربنا يخليك. بتشرف بوجود حضرتك دايما، بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم حسن واحد الحقيقه.